المهاجمين في 39 من 80 سنة على الإدوان 4-1 في الكوز. نرجع للمباشر، مراوحة بين الإرث والماضي والتاريخ والحاضر. الأول مراوغة والباس ممتاز على هذا الأول، 1-0 للترجي الإثيوبي عن طريق البدري. البدري غاب ضربه في إفريقيا ولكن يرجع يضرب في السوبر التونسي. أقل من ربع ساعة الترجي في هذا الموسم في هذه السيزون يسجل 7 أهداف ومعه ربع ساعة. قلت مشكلة الترجي لونتان البدايات القوية، البدايات الهجومية، البدايات التهديفية، كورة حلوة من البلالي، سوبر جدا وقوية جدا وعندها تاريخ كيفك وقدك وحتى خير منك، بالتالي ما توصلش، كلها كورة كثيرة، وفرة الانفلات وفرة الهدف الثاني، وقت السوبر بالتالي، الهدف الثاني بتاع جول ياسين الخميسي يؤمن ممكن على فوز الترجي بالسوبر بشكل مبكر. 16 دقيقة لعب، ردة فعل ممتازة للترجي التونسي، خروج من وسط الميدان، كورة يعرف فيها الخميسي ويحط الكورة بالشبكة. شوف الكورة طويلة، شوف الباس بالراس، تلعب الكورة بالسعد، سعد يلعب لبلادي، لبلادي يحط الكورة بتاع ياسين، يمشي الخميسي ومعاك الفيروس ديما يدير الكوراج بغرام كبير ما يوقفنا براج بغرام نتبع فيك محال نخليك باللي يديروا العديل لو قادي محاميك شو ستار أبور عيش معك لا باسيون في كل مكان ورار في برج القيم الهول شاء الله نشوف الكامبيون علي علي ترجي يا عمري شاء الله نشوف الكامبيون يعطي كرة لسامح الدرباني مساحات في دفاع السي اس اس على الرواق الايسر الى عبد الرؤوف ورايد الفادع فادع كرة رأسية خطيرة جول 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 البدري وما عاد رفر بعد هذه الكرة شوف رايد الفادع رايد البارع يرفع كرة ملي مترية باس عبد الروني التيكي تاكا الدرجية تواصل الابداع على اقناع الفرجة والكرة من عبد الروني كرة خطيرة للترجي هوني هوني بداية ولا أروع بالنسبة للأحمر والأصفر في
هدف اول. استنينا الكره الاخيره، كنت بعدها في دفاع النادي الرياضي سفيرت هذه الاعاده. شوف المجهود من انيسه البدري. ياسين الخيسي منذ الدقيقه 24، كوليبالي انيسه البدري، سعد بكير، والهدف الثاني، والهدف الثاني للترجي. سعد بكير في توقيت 26 دقيقه لعب، في ظرف دقيقتين يسجل الترجي ثنائيه. عمليه كانت ممتازة من خط هجوم الترجي. بالفيرا